النهارده بقى على النفسيه، اخبارها ايه مع الصيام؟ هو حضرتك في المقدمه بتتكلمي يعني طب احنا عارفين فعلا ان في فوائد صحيه وجسديه ودي مفروغ منها وعارفينها وهي دي اللي بنتكلم دايما طول الوقت عليها، ولكن هل ده السؤال، هل فعلا في فوائد نفسيه للصيام؟ الحقيقه ان اصلا الجوهر وعمق الصيام هو فايده نفسيه. فعلا رمضان شهر يعتبر عامل زي مدرسة نفسية وسلوكية نظامية لمدة شهر. وإن جوهر يعني دايما إحنا ما بنقعد نسأل لما يجوا الأطفال يسألوا يا جماعة إحنا بنصوم ليه؟ يعني هو ربنا كتب علينا الصيام ليه؟ طبعا. دايما الإجابة اللي هي ثابتة اللي إحنا ما بنحاولش نغيرها أو نعرف بديل ليها اللي هي بنقول عشان نشعر بالفقراء، ولكن إحنا لما نيجي نرد طب ما هو الفقراء الفقير بيصوم، طب هو بيستفيد إيه من الصيام بقى إذا كان الهدف؟ الحقيقة بقى إن الدراسات العلمية والأبحاث اللي هو أصلا في الخارج لفت نظرهم أو الصيام وبيدرسوه بيعملوا عليه أبحاث ودراسات كتير، واللي بعد كده هم بقوا بيرشحوا الصيام المتقطع اللي منتشر جدا الدايت والصحة إن هو بيساعد في علاج الأمراض الجسدية والنفسية ومن ضمنها الاكتئاب والتوتر والقلق. طيب هو إيه بقى جوهر الصحة النفسية في رمضان؟ هو أصلا جوهر رمضان هو فكرة الكنترول، السيلف كنترول، ضبط النفس. ربنا شرع الصيام، والصيام مقصود به هنا هو الصيام عن شهوة البطن وشهوات الجسد كلها، وفي جزء تاني بقى اللي هي شهوة النفس. ايه بقى شهوة النفس؟ الغضب، اللي هو دايما احنا عندنا رخصة رسمية وحجة ان احنا صايمين، ايوه، رغم ان هو الهدف ان انا اروض نفسي وهذب اخلاقي واغير سلوكياتي السيئه، وهو ده الهدف الاعظم من الصيام، هو صوم النفس عن شهوات الغضب وشهوات الكلام. اكتر شهوتين بيضيعوا الانسان ايه؟ شهوه الغضب اللي بينتج عنها الشجرات والمشاجرات والخلافات والجرائم كلها بتحصل نتيجه ايه؟ الغضب. برضو المشاكل كلها بتحصل نتيجه شهوة الكلام، الغيبة والنميمة ونقل الكلام والنفاق والكلام. فجوهر رمضان هو الكنترول. في علم النفس عندنا الصبر اللي ربنا عامل صيام شهر رمضان أصلا شهر التدريب على الصبر. إحنا عندنا في علم النفس الصبر مصطلحه هو السيلف كنترول، التحكم الذاتي، وبيشبهوا علماء النفس الصبر اللي هو جوهر رمضان، الصبر على الجوع، الصبر على الشهوة، الصبر على النفس.